إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. زيادة عمالي؟ ماشي يا باشا. نعم مولانا الله أكبر. يا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم.
الله يا استاذ. وسع كرسيه السماء ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله 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 جل والله يا شيخ محمود الكلام تعالى والله يزيد. عليك نور. الله ان شاء الله عليك. نعم. يا أساس كبير. الله أكبر. اللهم صل على النبي. الله يا ابن الغالي ما شاء الله عليك. عاش اللي ربى وعلم. اساس كبير والله.
في مصر عليك يا شيخ محمود الله يدويك. والكافرون اذكر الله. الله يا استاذ. لا اله الا الله. لا تاخذوا سيدنا النبي صلوا عليه كرمك يا رب يا ابن الغالي اساس تمثال طه والله الله عشان ربه وعلم ان شاء الله استاذ محمود لا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد
يزيدك كمان وكمان. الله يعني.
الله اكبر. سيدنا رسول الله. الله اكبر يا باشا. قضيه كبيره والله، اساس الاذاعه واساس الدوله. اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت. أو كالذي مر
حاله. الله يا استاذ محمود. اللهم صل على النبي. بالراحه والله. فأماته الله 100 عام. جمع فتاه. ليك يا غالي. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. نعم نفس الجواب الحلو دي. وحدوه. قول يا غالي يا ابن الغالي. قال نبي
Oh.
الإجابة حلوة. الله عليك. صلوا على سيدنا النبي. اللهم صل عليه وعلى محمد. كرمك يا غالي. نعم. قال فخذ أربعة من الطير فصورهن إلي. نعم. نعم نعم. افتح عليك حبيبي. للتجلي والله. الله يزيدك. نعم. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك. الله على الجمال. الله على جراية القلب يا ابن الغالي. من يا حاج محمود وحياه ابوك. سبحان الله. ايه الجمال ده؟ انه جمال القران. نعم. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم الله الله الله. واعلم أن الله عزيز حكيم. سبحان الله تعالى. تعالى افتح عليك. اذكر الله. عاش اللي علم وربه. الله يفتح عليك. نعم. وإياك سيدنا النبي صلوا عليه. مدرسه كبيره كل يوم بتخرج والله. 2005 شنو الله يرحمه. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. دعوة مستجابة. واعلم أن وحدوه. واعلم ذلك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنوات. Oh,
سلام يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر عدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الرحمن وصدقت اياته في القران وتجلت في الخلق والاكوان. وهكذا ايها الاخوه المؤمنون قد فتح الله علينا الذي هو خير ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم. فلنعلم سمع حضراتكم ذلكم العالم القراني فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والدول العربية والإسلامية والكوفية مدينة القاهرة. نقل على أسماء حضراتكم عبر أثير موجات إذاعتنا الحديثة والصوتيات الكبرى وصاحبها الحفي عوض حوش محمود الزهير. الأدوية الذهبية الحديثة محمود الديز الكبرى الزهيرة كبار المهندس رضا رمضان عزاز. الفراشة الذهبية الكبرى ومخازن الفراشة الحديثة بمقابل الفراشة على مستوى الجمهورية كبار أولاد الحاج أحمد محمود حسين في مدينة السيدي.